لايف كده اشتغل ولا ما اشتغلش ولا ايه؟ مش عارف. شايف يلا القميص الابيض ولا مش شايفه؟ ايوه لا لا ده زكا ندى زكا استنى استنى اول رد زكا ايه زكا نور استنى استنى زكا دودة زكا بنت سلومة استنى استنى نجوى زكا توتي زكا رد بس انا رضيت رضيت في ايه زكا هبه كفايه هوبا لا نودي يوسف زكا ده يوسف حبيبي الله يسترك مش صباح الفل عم ايه ازيكم ازيك يا اسو نورت يا بنت يا غالية يا بنت يا روجي والله العظيم اقسم بالله ده شكرا جدا احنا كده 400 حلوين و400 احنا قلنا نطلع في الخبيني كده عشان ايه انا بتوتر وبتاع مش عارف ايه ازيك يا جوليان ازيك يا بنت يا جودي جودي بس يا جودي خلي الفلوس دي يا جودي حبوشيوم يا جودي يا بنت في المدرسة ازيك يا رمزي يا جودي بس خلاص يا شيماء شكرا وانا بحبك فشخ والله قول شريف ازيك يا شريف ازيك يا روما الاولاد والله ازيك يا محمد ازيك يا بيت يا ميرو ازيك يا نوره ازيك يا بيبه ازيك يا ندى ازيك يا ريم ازيك يا شريف ازيك يا بيت يا مي بيت كفايه كفاية كفاية شكرا شكرا كفاية 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 الحاجات دي خلاص شكرا شكرا نقرأ أسئلة الانستجرام عشان الأولاد زكا سالي إيه مين أنا كنت إيه إيه زكا منى زكا بنت سارة زكا شهد معلش يا جدعان أنا ما بشوفش كويس أو ممكن أشوف هنا عدى دقيقتين من اللايف الحمد لله ماشي نبتدي ماشي مش عارفه بتوتر والله والله بتوتر والله ماشي انا معجبه بيك وحاولي تقربي من ربنا والله العظيم الله العظيم طالما اعجبت بيا هنا في نداء حاولي تقربي من ربنا والله العظيم اقسم بالله قربي من ربنا عشان في ابتلاء يعني انت ابتليتي بيه غريب زكي يا ملكه يا يافا زكي يافا زكي بت ميريت شكرا شكرا باتو ايه بات ملحقتش اقرا اسمعش ماشي قشطة بحاول اعيش مع اصحابي واحاول اجاملهم على قد ما اقدر انا ما بقدرش ده ما اعرفش انا ما بعرفش اقول لحد صباح الخير انا مش ابقى سيدخ ازيك يا ازاي امك لا لا استعملش انا الناس ازيك ام ناصر ازيك قايده انا فاكر جنى ازيك جنى كفايه والله كفايه فادي ازيك فادي شكرا كفايه ازيك بنت روان ازيك ميرنا ماشي نفسك تشكر مين انا نفسي اشكر مين يا ابني احنا 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 عندنا عندنا حاجات كتيره جدا المفروض نشكرها والله وهي انتوا غافلين حقها الشطافه اللي في بيتنا دي انا لازم اشكرها انت متخيل ان في ناس ما مش عايشه من غير شطافه الشطافه دي اختراع حلو جدا ما اعرفش ليه الناس بتتكسف ايوه يا عم الشطافه دي اختراع يالا الله يعني كانت ايامي صعبه شكرا والله يا جماعه والله كده كفايه قوي كفايه قوي ازيك يا بت تامرت كفايه ازيك يا خجل ماشي احنا عاملين جروب للناس اللي عندها مشاكل مع عائلاتها وما بنقبلش الناس غير اللي عندهم مشاكل واتمنى تنضم لينا ايه ده يعني ايه جروب يعني ايه الناس اللي يعني يعني مش قصدي والله اتريق والله بس يعني ايه يعني عشان تقبلني ابعت لك فيديو لابويا وهو بيضربني على قفايا مثلا او بيديني عايز صلي على النبي يا عم الله يسترك خلق هنا 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 الله يسترك مش ناقص ومش بتقبلوش حد ليه يعني يعني ايه مش ايش يعني حلو الجروبات دي كل حاجه بياخدوها بهزار و
الناس، بص هقول لك على حاجه، كان في كتاب لعالم فرنساوي كان كاتبه، مش عارف اسمه، المصريين او اخيبسي، مش عارف هو كتبها بلغه ايه، بس انا كنت فاكر قريت الترجمه بتاعته. يعني كان اول جمله في الكتاب ده كان دايما يقول لك ان المصريين يعني انا مش فاكر النص صراحه، بس انا اقول لك المجمله، يولد المصريين بداخلهم ورقه برديه، وهي يعني معناها الضحك او الكوميديا. فهو للاسف المصريين ما بيعرفوش يعني لازم يهزروا. انا يعني انا اقول لك على حاجه، اقسم بالله انا عديت مشاكل كتيره في حياتي وانا بهزر. انا لو كنت خدتها بجد والله العظيم كنت اتجننت، والله كنت اتجننت. ازيك يا توته، ازيك يا تينا، ازيكم؟ ايوه ماشي، مش بتروح. قلنا ازيك يا نغم، ممكن تقول ازيك يا ندى. لو كسبنا بكره هتعمل ايه؟ خلاص ربنا يستر بس. ان شاء الله يبدا. تطولش ما تقولش بس. لين يبدا. ازيك يا قمر، ازيك ازيك يا نادين، ازيك يا ميريت. كفايه والله، والله كده كفايه، كفايه قوي، كفايه، شكرا، كفايه والله. الله يفضي مصلحه بنتك. لا ان شاء الله انا فقري بنتك. لا ولا معك كنت انا سجلت حاجه؟ لا لا بس لا صعب، انا ما اعرفش والله بس لا يعني ربنا. ازيك يا نانسي، قول نانسي ماشي. انا وصلت. قول ازيك يا بسمله، ازيك يا صلصه. عيلة ابويا واخده ورث امي، وامي واخده وسابوني في يا دي، يا لهوي كل ده حصل والله. انا اخر فتره يعني انا مشاكل انستجرام، والناس اللي بتكتب لي وبتبعت لي، الناس اللي بتبعت لي المشاكل دي على انستجرام، والله اخر فتره بقى عندي يقين فعلا احنا كان لازم نطرد من الجنه يا جماعه. برافو عليكم والله العظيم. الناس دي تعمل مصايب. قول خديجه حبيبي، ازيك يا خالود، ازيك يا محمد، كفايه، شكرا 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 شكرا. ازيك يا مروان، ده مروان. ازيك يا بيتر، يا بيتر عايزك تخرج معانا وانا هنسيك دنيتك، بطلع دهب. لا انت رايقه، انا مش فاضي والله، عندي مشاكل نفسيه مالي عليا حياتي والله. معلش، شكرا شكرا شكرا. شكرا، خلاص يا نادين كفايه. ازيك يا صلصه، شكرا شكرا يا صلصه، شكرا، كفايه كفايه. هذا كثير، هذا كثير جدا، لاني لا احب هذا. سابتني عشان ابن خالتها الامور، امور انت فاهم ان هو امور. لا يلا يلا، الكلام الجذاب والكلام ده بتاع شركه هير كود، يلا يا متخلف. مفيش الكلام ده، لا سابتك عشان انت فقير عادي، يعني هتقول ان انت مش معاك فلوس عادي، كلنا معناش فلوس، المشكله خلاص والله كفايه قوي كده. ازيك يا لوكا، اي ام اي دبليو ام، شكرا والله كفايه. بيبو، كفايه، شكرا شكرا شكرا، هذا كثير. امي اكتر حد كنت بواثق فيه وفاكر ان هو يحبني، وللاسف اتجوزت غير ابويا. محدش في الدنيا دي عايز مصلحتك، خدها قاعدة، غير شركة التأمين اللي انت مأمن فيها. يعني انا كنت مأمن مع شركة كده التأمين، هي الوحيدة اللي كانت تسأل عليا كل 6 شهور والله العظيم، قبل ما تشهر كانوا بيسألوا عليا وبيطمنوا عليا وبيبعتوا لي ناس تعمل لي كشف، والله كانت شركة فرنساوي، ويكشفوا عليا غير كده يا اسطى، غرف ده يا عادي والله. ايه شركات التأمين بس اللي بتحبني. علي، ازيك يا علوة، ازيك يا محمد، كفايه والله كده، كفايه كفايه. انت من شبرا صح؟ لا مش من شبرا، ابو حميد. ليه مش عايز تخش قصص الحب؟ ان انت قصص حب جميله والله. انا هقول لك قصص الحب ده، انا واحد كنت قاعد مع ناس صحابي من فتره طويله كده، لما كان عندي صحاب والله، فقالوا عيال ايه، الواد يعني البت قعدت مع الواد 8 سنين، 8 سنين وعلى امل ان هم يتجوزوا. بعد الثمان سنين كانت جايه ومعاها ورق، ايه ده، ده ورقه محضر عدم تعارف. يا امه بعد 8 سنين. ودي كانت يعني لما تيجي تحب تشوف قصص نجاح تبص للقصص دي يعني، فيعني
وقالت لي ده انا وصيت عليه في الاسم يتشد ويجرب الاسباني. والله العظيم دي وصت ان هو يتشد يعني ودفع يعني. فقصص يا صاحبي مش لطيفة.